عليكم. اولا بشكر معالي النقيب حسين بيه على الكلام الجميل اللي احنا ما نستحوش ده صراحه، وبشكر معالي النقيب اسماعيل برضه على استضافتنا هنا في منبر من منابر المحامين. واحنا كمحامين ممارسين عارفين قيمتنا كويس قوي، وعارفين احنا بنعمل ايه، ونعرف نعمل ايه، فالحمد لله على النعمه دي. النهارده هنتكلم في موضوع يعني ممكن يكون شق مختلف شويه عن اللي انت عمال تسمعه طوال الدوره، يمكن موضوع كده مش دارج عندنا كمحامين، الا وهو موضوع الشركات. موضوع الشركات بدايه، احنا هنا جايين عشان خاطركم وليكم، وجايين نقول لكم كلام عملي مش هتلاقيه في كتب، وكلام وانت شغال في الهيئة يا إما هتدعي علينا يا إما هتدعي لنا، وإن شاء الله هتدعي لنا بإذن الله. والمعهد هنا بيوفر، أنا عن نفسي بستفيد من المحاضرين اللي بيجوا هنا في شتى المجالات، لأن أنا طبعا في مجالات أنا جاهل فيها تماما، وده مش عيب. المجالات البعيدة عني دي أنا مش شاطر فيها، فأنا بستفيد من المحاضرات اللي بتيجي هنا. والنهاردة أنا جاي المحامين الجدد للزملاء عشان أقول لكم على اللي بيحصل في مسألة تأسيس الشركات من أول ما يجي لك المستثمر إلى نهاية الشركة. أنت كمحامي مهني، وجودك في شركات المساهمة والمسؤولية المحدودة بحكم القانون وجوبي، يعني ما ينفعش نأسس شركة من غير ما يكون فيها محامي ومراقب حسابات، صح؟ إذن فوجودك ليس عبثا، أنت حاجة أساسية في النظام الأساسي للشركة. هنعرف يعني ايه النظام الاساسي للشركه، ويعني ايه عقد الشركه، واحنا بنشرح مع بعض. بدايه، انت كمحامي مهني لازم لما يجي لك الموكل تبقى عارف تعرض عليه ايه انواع الشركات اللي هتناسبك. بعد ما اقول لك والله يا استاذ أنا عايز أعمل شركة، لأنه خلي بالكم المحامي لا ينفصل عن البيئة، يعني لما يكون زميل مع مكتب في منطقة شعبية ويجي واحد يقول له اعمل لي شركة، ما ينفعش يرشح له شركة مساهمة، صح؟ لأنه ده محتاج بطاقة ضريبية وسجل تجاري عشان يمارس نشاطه، صح؟ يعني هيفتح محل بسيط على قده، هيفتح مطعم، هيفتح حاجة بسيطة. أقول له والله الدكتور محمود قال أحسن أنواع هي شركات الأموال اللي هي المساهمة والمسؤولية المحدودة، أنا هعمل لك شركة مساهمة. أنا قلت لك كده؟ أنا أقول الكلام ده صح، بس الإيه؟ لكل مقام مقال. فأنت هتاخد الكلام من هنا وتفلتره، لأنه اللي هينفع للمستثمر الكبير مش هينفع للي عايز سجل تجاري وبطاقة ضريبية يروح بس يجيب بيهم الرخصة، صح؟ ده منشأة فردية اسمها الشركة خالص. فتيجي تقول له لا 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 انا اعمل لك شركة مساهمة، ده مصاريف الشركة قد المشروع اللي هو يفتح مصاريفها، والنقابة الحمد لله دلوقتي ما بتطلعناش من الهيئة غير لما تاخد عقد بتاعها والنسبة بتاعتها. حقنا الأول كنا حقكم طبعا وده حقكم. فده مصاريف التأسيس والأتعاب هتبقى قد المشروع اللي هو جاي لك تفتحه، صح؟ طيب، يبقى لما نيجي كده نتكلم عن الشركات نقول إنه في حاجة اسمها المنشأة الفردية. المنشأة الفردية دي اللي هي إيه؟ الراجل جالك قال لك يا استاذ انا عايز سجل تجاري وبطاقه ضريبيه عشان اروح افتح حاجه معينه.
ده لا يعتبر شركة. المنشأة الفردية ليست لها شخصية اعتبارية مستقلة عن صاحبها. يعني ولذلك تلاقيه في السجل التجاري والبطاقة الضريبية هو اسمه، صح؟ يعني هو منشأة فردية. لها ذمة مالية مستقلة عنه؟ لا. لما يحصل دين ضريبي أو منازعة في دين ما، لما بتروح تشتكيه بتشتكيه هو، ما بتقولش مثلا فلان الفلاني بصفته مدير شركة ولا رئيس مجلس إدارة شركة، لأنه هنا الشخصية الاعتبارية يا شباب هنعرف ليها ذمة مالية مستقلة عن مؤسسيها. يبقى أول حاجة المنشأة الفردية، صح كده؟ دي ليست شركة، وإن كانت تصلح لاستخراج تراخيص وأوراق معينة على دماغه. بنأسسها في الاستثمار منشأة فردية، إما في المحكمة عادي ما فيش مشكلة خالص، أو معلش مش في المحكمة، بناخد بطاقة ضريبية الأول وبعدين بناخد الإيصال ونروح السجل التجاري وناخد عقد إيجار الراجل، والعقد ده أنتوا عارفين بيجيبوه إزاي، وبنطلع سجل تجاري وبطاقة ضريبية وكده، إيه الراجل زي الفل، صح كده؟ دي شركة؟ منشأة فردية، دي واحد. نيجي بقى لأنواع الشركات زي ما قال عندنا القانون. إحنا عندنا نوعين من الشركات. عندنا شركات أشخاص وشركات أموال، وفي شركة تالتة كده خليط ما بين الأموال والأشخاص اللي هي التوسية بالأسهم، فيها ناس متضامنين ومسؤولين في كل أموالهم مسؤولية تضامنية، وفي ناس ما لهمش دعوة إلا بالحصة اللي هم تقدموا بيها. طب إيه شركات الأشخاص وإيه شركات الأموال؟ شركات الأشخاص دي يا شباب هي تلك الشركات، انا مش هقول لكم كلام تحفظوه زي ما قال معالي النقيب كده، كلام كده طالع مش عارف اعيده تاني. شركات الاشخاص من الاخر كده، تلك الشركات التي تعتني بالفرد، اللي يهمنا من جوه الشركه، محمود، معالي النقيب حسين بيه، معالي النقيب اسماعيل بيه، هم دول الناس اللي بيتعاملهم. لما يعملوا شركه، لما تيجي تحصل مشكله اعرف ارجع على محمود في شخصه وفي ملكه، لانه هنا الشركه شركه ايه؟ اشخاص، اللي هي ايه؟ التضامن والتوصية البسيطة. شركات الأشخاص أنا ما بحبهاش وما حبذهاش، ولكن الممارسة العملية بتاعتي اتضح لي إنه هي أقوى الشركات. ليه؟ أنا بقول الشيء ونقيده، صح؟ هو ده المحامي. مش في نص إحنا نمسك فيه ونقول ينفع واخر عجز الماده كده ما نذكرهوش، يقول لك ما ينفعش توظف. شركات الاشخاص يا شباب وان كانت تعيق الحركه الا انها شركات تحافظ على الحقوق ايما محافظه. مش هتعرف تعدل في عقد الشركه الا لما يكون معاك توكيل من جميع الشركاء، وجميع الشركاء ماضيين على محضر جماعة الشركاء، ودي كارثة. يعني لو واحد لواحد في المية والتسعة وتسعين قالوا أو هو قال لا، الدنيا بتقف، صح؟ أنا بقول لكم كلام عملي عشان ما حدش يزايد. زي الحكم بالظبط. لازم إجماع. بالظبط كده. إجماع تام. ليها حلول تاني طويلة ومرهقة ومقرفة، بس بتخلي الشركاء يقعدوا مع بعض. شركات التضامن، شركات التوصيل، بس انا ما بحبهاش ومش بعملها. بس انت بتعملها امتى؟ اما يجي لك الواد وابوه واخوه، الواد ومراته عايزين يعملوا شركه هياها، بس انا بقول له خلي بالك الشركه دي شركه وحشه. ما ممكن في يوم وليله وانتوا السيدات العظميات تقوم الجنونه وكل واحد يروح لحاله، هوب الدنيا بقى. مش وارد. ويجي لك المكتب يقول لك يا استاذ مش انت اللي قلت؟ طب حل لنا المصيبه دي، صح؟ تعمل انت بقى؟ مش هتعرف تعمل حاجه عشان حاولت كتير انا كده. الوضع مش حلو في الشركات الاشخاص اللي هي ايه؟ تضامن توصية بسيطة.
الناحية الزاوية الثانية بقى، لو احنا منصفين والمحامي لابد أن يكون صدوقا وصريحا. المحاماة لابد أن تكون صادقا وصريحا. الشغل اللي احنا شايفينه دلوقتي ما ينفعش. احنا جايين لك هنا عشان نوصل لك رسالة أن المحاماة لا يقصد منها سلب الحقوق، أن المحاماة لا يقصد منها إنك تاخد أتعاب من موكل وترمي الملف ما تبصش فيه. المحاماة لا تعني إن اللي دخل عندك المكتب كده كده هتجيب له حقه يمين أو شمال. إحنا شمالنا إيه؟ ينفع نعمل الشمال؟ آه ينفع، بس بإيه؟ بالقانون. في بص، كلما قرأت كلما تمكنت، كلما قرأت كلما تمكنت. أصل أنت المستحيل ممكن تعمله إزاي؟ تستنبط وتستدعي نص قانوني محدش واخد بالي منه وتبني عليه دنيا كاملة، بس انت طالع على ايه؟ على اساس سليم. الكلام ده حد هيعلمه لك؟ لا، لازم تقعد وتقرا. وعشان اريحك، لما تروح تجيب القانون، المشكلة اللي عندك تجيب القانون من الكود بتاع الهيئة، بتلاقي فيه المذكرة الإيضاحية، وبتلاقي فيه القانون، وبتلاقي فيه اللائحة التنفيذية والقرارات الوزارية، وتقعد تقرأ بقى في المذكرة الإيضاحية اللي في الأول خالص دي، وتعرف فلسفة المشرع هو حط القانون ده ليه. ما هو الفلسفة التشريعية هنا ليها دور. أنا أعرف كمحامي أوظفها؟ آه طبعًا. ما هو أنا هو اللي حط القانون ده، مش هاجي القانون؟ هو صياغة القانون إزاي؟ مش قاعدة اجتماعية؟ ولا كده بنقعد مع بعض عايزين نعمل قانون سلام عليكم عملنا قانون؟ فلما تيجي سيادتك تجيب على سبيل المثال قانون الشركات 159، من أول ما تيجي تشوف اتعمل ليه مذكرة الإضاحية، وقالوا إن العقبات اللي واجهت المشرع من بعد مسألة التأمين، وعملت الدولة المصرية أبحاث لقت إنه من 61 ل 71 لم يتم تأسيس ولا شركة نهائيا، وبعدين من 71 ل 81 ما تأسستش إلا 10 شركات فقط. فهم درسوا الوضع، طلعوا بالقانون كام؟ 159 لسنة 81، اللي هو صالح لحد الآن شغالين بيه. القانون ده اللي هو الشريعة العامة للشركات. يعني انت لما تيجي تأسس شركة على قانون 72 قانون الاستثمار، اللائحة التنفيذية بتاعته هي لائحة موحدة فيها على سبيل الحصر المجالات اللي انت بتأسس عليها. لو ما تلاقيتش اللي انت عايزه في اللائحة دي بتأسس على قانون كام؟ 159. طيب بعد ما تأسس الشركة على قانون 72، سواء في المجال الطبي ولا في المجال الزراعي ولا في مجال الإسكان في المجتمعات العمرانية الجديدة ولا في البنية التحتية، بعد ما أسست ده واجهتك مشكلة بيحكمها قانون 72 ولا قانون 59؟ قانون 59. لما تروح أنت تعتمد الجمعية والمحاضر من الهيئة العامة للاستثمار، أو لما تكون عندك دعوة بطلان، بتعتمد على 72 ولا على 59؟ على 59. الشريعة العامة، لما نقول القانون المدني هو الشريعة العامة بنقول إنه قانون 159 هو الشريعة العامة في الشركات. صح ولا أنا غلطان؟ ما أنتوا ساكتين ليه؟ هتناموا ولا إيه؟ لا ساكتين ليه؟ هما منصتين والله. طيب يبقى أنا كده أما أجي أتكلم عن شركات الأفراد المنشأة الفردية عرفت إنه دي مش شركة. شركات الأشخاص عرفت إنه دي التضامن والتوصية البسيطة. في حاجة اسمها التوصية بالأسهم اللي هو جماعة موصين وجماعة متضامنين وجماعة موصين بالأسهم، دول ما لهمش دعوة إلا بحصتهم بس، دي شركة خليط. طب شركات الأموال، يعني إيه شركات أموال؟ وإيه هي شركات الأموال؟ اللي هي المساهمة والمسؤولية المحدودة.
اي شركات الاموال مسؤوليه محدوده. شركات الاموال الواحد هنا الشريك فيها غير مسؤول الا عن قدر حصته فقط. انا راجل 10% ما تسالنيش الا ايه في الشركه. طب الشركه عملت تعامل وافلست وحصلت مصيبه يسالوك انت؟ حصلت بس دي ميزه ان انا مسؤول في قدر الحصه بتاعتي. طيب لو في منازعه او في مشكله بين الشركه وبين اي جهه كانت وفي احكام قضائيه، انت كمساهم او انت كصاحب حصه مسؤول؟ ماليش دعوه، الشركه ليها مجلس اداره ولعوا فيها. دي ميزه. بس فيها الميزه الثانيه بقى انه هي ما بتنظرش لمين جوه الشركه. الاول شركه الاشخاص بيبصوا على مين اللي جوه. في الاموال محمود سين صاد مش مشكله، يهمنا الاسهم في المساهمه والحصص في التوصيه في ذات المسؤوليه المحدوده. اسهمك انت هنا كام عشان نصوت والحصص كام؟ انت مين؟ مش فارقه معانا خالص. ده الفرق. في التعديلات بقى في مرونه عندي في المساهمه وفي المسؤوليه المحدوده عنها في شركات الاشخاص، مش محتاج الكل يوافق. وعندي حاجه اسمها جمعيات عاديه وجمعيات غير عاديه. دي ليها نظام ودي ليها نظام. دي لها نصاب انعقاد ودي ليها نصاب انعقاد. شركات الاموال نوعين، المساهمه والناس اللي بتقول سامعين ورا سامعين. طب المساهمه وايه تاني؟ لا مش سامع. طيب شغل عالم. بس في واحد بيتكلم في التليفون، خلي بالك النضاره بتاعتي دي شايفاك اللي بتتكلم في التليفون. لا معلش، فانت بتتكلم في التليفون والله العظيم احنا قافلين تليفوناتنا وجايين لكم انتوا مخصوص عشان نقول لكم اللي احنا بناخد فيه اتعاب. لما نيجي نتكلم هنقول انه شركات الاموال نوعين، شركات المساهمه وشركات ذات المسؤوليه المحدوده. نشتغل بقى في شركات المساهمه. شركات المساهمة دي يا شباب أنا مش عايز أتكلم كلام فلسفي بقى وكلام كبير هنقعد نقول إيه الفلسفة التشريعية بتاعتها وساعة ما نشأت زمان من أيام البندقية والكلام اللي مش هي مفروض أنت تعرفه، بس لما يكون عندك مشكلة عويصة في شركة وعايز تأسس لها تيجي بقى تستعرض كده في المذكرة بتاعتك، تستعرض عشان تمشي عشان توصل لحتة معينة وتتك عليه. فبتقول سواء كنت بتعمل تفتيش أو في الهيئة العامة للاستثمار أو في المحكمة الاقتصادية تتك على الحتة دي تقول أصل المشرع كان مقصوده، وتقعد إيه تنفخ في الحتة دي. أنت استلهمتها منين؟ من النصوص التشريعية السابقة. أصل زي ما أنتوا درستوا لا ينبغي للأعلى للأدنى أن يخالف الأعلى. يعني دلوقتي لما نقول القاعدة القانونية ينفع أنها تخالف القانون، والقانون ينفع يخالف الدستور، واللائحة التنفيذية ينفع تخالف القانون، وبالتالي اللي هو العكس ممكن. العكس ممكن، الكبير يخالف الصغير زي ما بتعملوا معانا ونقول سمعنا وطاعة. لكن الكبير زي ما بيقول معالي النقيبي يخالف الصغير ويعمل في حاجات كتير. فانا لما اجي ابص للفلسفه دايما فلسفه المشرع بتصطدم مع التطبيق الاعمى في البيروقراطيه. ازاي الكلام ده فلسفي؟ لا والله مش فلسفي خالص. فلسفه المشرع لما بتصطدم بموظف عقيم اللي بيكسب الموظف العقيم، صح؟
ليه؟ لانه انا ما رجعتش وشفت احنا القانون ده سببه ايه، صح؟ هو نصوص جامده وخلاص. المذكره الاضاحيه بتقول لك احنا القانون ده سبب صياغته ايه وسبب وجوده ايه وعملناه ليه، عشان انت تبتدي بعد كده تستقي للمشكله بتاعتك وتاسس لها لجذورها. طيب الشركه المساهمه احنا قلنا هي شركات اموال، وبالتالي العنصر فيها هو المال فقط. مين اللي يملك السهم ده انا مش فارقه معايا، يهمني كم سهم هيمثل في الجمعيه العامه. هيجي المستثمر او هيجي رجل اعمال سواء مصري او اجنبي. في شركه صحيح اللي هي شركه الشخص الواحد، دي جديده معلش سقط سهوة ما سلحناها. شركة الشخص الواحد هو واحد بيأسس، هي نفسها فكرة المنشأة الفردية بس دي شركة بقى. لما تحصل مصيبة أو تحصل مشكلة تبقى المسؤولية على قدر إيه؟ رأس مال الشركة اللي هي شركة الشخص الواحد. وهو اللي بيعين المدير وهو اللي بيعزله وهو رأس المال وهو كل حاجة، ولكن قال إن أنا يا جماعة هستثمر في المجال ده بالرقم ده الحته دي بس. حصلت مشكله في الحته دي ما تجيش تدخل لي على ملكيتي الخاصه. دي فلسفه الشخص الواحد. هي مساله المنشاه الفرديه بس دي شركه. لما تحصل مصيبه معاه ما يروحش يجري على ماله الخاص، ما يروحش يعطل حساباته في البنك، ما يروحش يعمل له مشكله الا في قدر راس مال شركة شخص الواحد. كانت 50,000 حد أدنى اللائحة التنفيذية بتقول، ومن أسبوعين كده صدر تعديل خلوها 1,000 جنيه واحد إيداع كامل. بألف جنيه تقدر تروح تعمل شركة شخص واحد. شركة الشخص الواحد ينطبق عليها أحكام المسؤولية المحدودة. طيب انه هو ذمته الماليه مستقله، انه لما يكون في رجل اعمال عنده كذا مشروع وفي مشروع معين بيعمل له شركه شخص واحد، ده خاصه بالموضوع ده. لو حصلت مشاكل في الموضوع ده ما تتاثرش بقى استثمارات دي. واحد. نمره اتنين انه في واحد هو نفسه عايز يتاجر ومع نفسه ما فيش حد معاه. طبعا ده. معالي النقيب بيسأل انه هي تستفيد بكل مزايا الشركه، لانه في النهايه هي اصبحت شركه خاضعه لقانون الشركات سواء هتأسسها 59 ولا هتأسسها. وبالتالي ما يسري على شركات المساهمه او المسؤوليه المحدوده يسري على شركه شخص واحد. فاحنا لما نيجي نتكلم عن المساهمه، القانون قال في حتة، والله أنا قبل ما أنساها عشان مش أنا محضر، أنا بقول لكم زي ما قال حسين بيه كده استرسال. كان زمان في قبل 2018، بما أنه إحنا يعني عواجيز شوية في المهنة، كان جالي مستثمرين طليان وعندهم شركة في إيطاليا وعايزين ياخدوا، كان اسم عيلة وعايزين ياخدوا اسم العيلة دي يحطوه في الشركة هنا عشان تبقى محتفظة بالبراند بتاعها. كان قبل 2018 ما ينفعش شركة المساهمة تبقى اسم الراجل، لأن القانون قال لك يشتق أن شركة المساهمة لها اسم مستقل يشتق من إيه؟ من نشاطها. فكنا مثلا عايز تعمل تنمية زراعية بتسمي حاجة تنمية زراعية بس ما ينفعش تبقى محمود للتنمية الزراعية. جه القانون
4 لسنة 2018 في شوية تعديلات حلوين قوي 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 قوي. من الآخر كده كل المشاكل العملية اللي كانت تواجه الهيئة القانون ده تصدرها. ودي احنا اللي بنقول عليها الفلسفة التشريعية. لأنه القانون مش معمول عشان احنا نخالفه. ولا مش معمول عشان يبقى معوق لينا. ده القانون معمول عشان هو قاعدة اجتماعية بنظم الأمور. وبالتالي لما عرف لما المشاكل العملية أظفرت عن إنه هنا في مشكلة القانون 4 تصدّى. دلوقتي يعرف تنفع تسمي محمود للتطوير العقاري شركة مساهمة مصرية بس بشرط يكون فيها محمود في المؤسسين صح؟ عشان لما تروح تجيب عدم الالتباس وهنشرح يعني ايه عدم الالتباس فهنا اصبحت في مرونة. فلما نيجي الشركة المساهمة المصرية اول حاجة القانون قال لك ما تقلش عن 3 أشخاص في حين انه باقي الشركات 2. طيب ليه؟ احنا بنتكلم على المؤسسين لانه في شركات المساهمة عندنا 2 من المشاركين. عندنا المؤسس اللي هو انا عايز منه توكيل ما يكونش موظف عام شرط اساسي وانه هو مؤسس والباقي مكتتب. يعني ايه مكتتب؟ يعني انا وسيادتك وسيادتك هناخد حصة في الشركة دي بس انا مش هبقى تاجر. لأن المادة 4 في القانون التجاري 1799 انتوا درستوه في سنة كام؟ ما درستوش؟ قال لك انه تأسيس الشركات يعتبر عمل تجاري من الأعمال المنفردة. طالما اسست شركه اصبحت بحكم القانون ايه؟ بحكم القانون اصبحت ايه؟ افتاجي يعني ولا اصبحت تاجر؟ زي اعمال البنوك اعمال ايه؟ لما نيجي اي حاجه متعلقه بالسفينه دلوقتي مع النقيب بيقول ان المحامي ينفع يدخل في شركه ينفع بس هيدخل ايه؟ هيدخل مكتتب وما ينفعش يبقى في السجل التجاري لانه قانون المحاماه عندنا منع. ولذلك دي اهم حاجه. يبقى انت كده سيادتك لما ربنا يكرمك وتكبر وتدخل في شركات بتدخل فين؟ حاضر. بتدخل فين؟ مكتتب. ينفع؟ ينفع. انا داخل في شركات؟ داخل في شركات. ده لو انا بقول مكتتب. لكن لو انت مؤسس فوق ما ينفعش تبقى محامي. ما ينفعش سيادتك بعد ما تأسس تدخل في مجلس الإدارة. نعم. دي شركات مدنية وليست شركات تجارية. تنشأ مش في الهيئة العامة للصناعة تنشأ في النقابة اللي هي سجل الخاص. اتفضلي. والشهر العقاري طلع منشور بجواز عمل توكيلات للشركات المحاماة. وشركات المحاماة هي حاجة عظيمة وكبيرة بس ما زال الشرق الأوسط بما فيهم مصر بما فيهم محمود محي الدين شايف ان المحامي ده عمل فرد. ما ننفعش مع بعض، كل واحد ليه فكر. ده احنا في المكتب زملاء بنختلف مع بعض، كل واحد ليه فكره. انا شايف انه القضية دي هنتناولها من الحتة دي وانت لا يا عم وانت لا يا جد. صح؟ ده فكر ممكن يكون خطأ، وارد يكون خطأ. في ناس زملائنا كتير كلموني على موضوع الشركات انه احنا نعمل شركة بس انا كمحمود محي الدين انا ما ينفعش. والمحامي حر. يا اساتذة انت لما يكون معاك قضية مهمة وانت بتاكل وانت بتشرب وانت في البيت عمال تفكر وتدور لغاية ما والله 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 في قضايا بتحل وانت بتاكل بتطلع فكرة بتقوم تسيب اكلك. اقسم بالله
اقسم بالله بتقوم اقسم بالله تقول الحته دي صح هتكتب عشان ما تنساهاش صح ولا لا وبتجي لك الفكره وبتدي تبحث وتلاقي انك انت كنت محب فهل ده يعني طبعا انا كل واحد له فكره نحن لا نصادر على فكر احد ولكن شركات المحاماه هي شركات مدنيه وليست شركات تجاريه وبالتالي لها سجل خاص في النقابه والمجلس اللي فات كان عمل سجل لكده وقيد فيه بعض الشركات على فكره قيد فيه بعض الشركات وان كانت يا شباب القانون قال ان شركات المساهمه ما يقلوش المؤسسين فيها عن مين عن ثلاثه ينفع محامي يبقى مكتتب ينفع موظف عام يبقى مكتتب ينفع لانه دي ملكيه زيها زي كانه مثلا تملك عربيه تملك سياره تملك اي حاجه مش مشكله فينفع ينفع بس يبقى مكتتب طيب يبقى انا كده عندي شركات المساهمه اول حاجه في المؤسسين اقل حاجه ثلاثه يزيدوا مش مشكله يقول له لا احنا مطلوب ايه بقى من المؤسس مطلوب سجل تجاري مطلوب توكيل وما يكونش موظف تمام طيب بمجرد ما اسست الشركه المؤسس والمكتتب في جوه واحد يعني هل المؤسس هيبقى له ميزه طالما انا بتكلم في اسهم يبقى الميزه تفرض للاسهم وليست لمين للاشخاص دخلوا جوه مفيش مشكله كله ايه كلهم مساهمين طيب محتاج صور الرقم القومي لكل الناس بقى المؤسس والمكتتب بعد كده بقول له انت عايز اسم الشركه بتاعتك ايه اديني 3-4 اسماء لربما وانا بروح ابحث في السجل التجاري الاقي الاسم ده ملتبس صح فاديني اسماء لان انا بروح اجيب شهاده اسمها شهاده ايه طيب ليه بنجيب الشهاده دي يا شباب عشان لما نقول شركه كذا يبقى هي الشركه دي مفروض انه هي ايه شركه واحده بس عشان لما اجي اخد حكم عليها يبقى اعرف انفذ عليها يبقى مش ملتبس مع اي شركه اخرى وفي نقطة بقى هقولها لكم كده لله ودي أنا وقعت فيها قبل كده وربنا كرمني وعديت منها لما تيجي تختصم ما تقولش وأعلنت السيد محمود محي الدين رئيس مجلس إدارة لا محكمة النقض قالت إيه شركة قول الممثل القانوني لشركة كذا يطلع محمود يطلع عباس ملناش فيه عباس لشخصه بقى ملناش فيه بقى انا بتخانق مع مين مع الشركه فمش هقعد اتفلسف واقول لك ما ممكن بكره يتغير فانت من الاخر كده ممثل القانوني لشركه كذا يطلع بقى سين صاد انا خلاص ايه جبت جو مره واحده ما نقعدش احنا تمام الاعلان مره واحده لان الشركات الاعتباريه ملهاش اعاده اعلان كنت مره بلاش والله في جلسه وبقول عاد اعلان فقول يا فندم دي شركه الشركه قال صح قال لي كده قلت فندم فقول اخر الجلسه خش في السياسه فالشركات لا ما لهاش اعاده اعلان طيب احنا جبنا سجل تجاري وجبنا بطاقة ضريبية بقى كده احنا أسسنا الشركة قبل ما أسس الشركة في حاجات كتير قوي 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 لازم انت كمحامي تكون عارفها انا بقول لك ليه كده انك انت المفروض الشركة اللي هتأسسها تبقى انت ايه المستشار بتاعها فأي مشكلة هتحصل بعد كده هيجيبوا مين؟ يجيبوا سيادة فأنت لو ما كنتش صاحي في الأول لا مش أنت اللي مأسسها
مش انت اللي مش انت مش انت مش انت كاني انا ايه هو انا سبب المشكله. احنا قلنا انه اللي هيجي لك ياسس اسم الشركه ايه، خدنا اسم الشركه منه، ولازم الغرض يكون غرضها ايه عشان مشتق من الغرض بتاعها. زراعه يبقى كذا للتنميه الزراعيه، استثمار عقاري للاستثمار العقاري، تطوير عقاري زي الغرض منها. طيب بقول له عنوان الشركه فين؟ ليه بقول له عنوان الشركه فين؟ لانه الماده 4 من النظام الاساسي هي اللي فيها مقر الشركه وهتبقى عليها المخاطبات والمراسلات. لو عايز اعدلها بجمعيه عامه غير عاديه هلف لفه تاني. طيب وايه تاني عشان الاختصاص المكاني بتاع الهيئه العامه للاستثمار؟ لو هو العنوان في القاهره يبقى صلاح سالم، لو العنوان في الجيزه يبقى في الجيزه اللي في مدينه الانتاج الاعلامي، لو فاهمني. فالمكان ده نعم عنوان الشركه سيادتك اللي بيبقى في الماده 4 من النظام الاساسي بيحدد النظام الاختصاص بتاع الهيئه العامه اللي انت تروح تاسس الشركه فيه. يعني لو واحد جالك وقال لك والله انا من سوهاج مثلا، وبفتخر ان انا من سوهاج، يعني من قريه كده اسمها الشيخ جامع اولاد يحيى بحر، بلديات النخيب يعني. ولو جه ناس بلديات قالوا عايزين نعمل شركه ومقرها سوهاج، اقول اروح للهيئه العامه للاستثمار هنا اروح اعملها؟ اختصاصها فين؟ في سوهاج. بس ممكن اعملها هنا، بس اعملها ايه؟ في اي بي 10,000 جنيه. بس في النهايه الدوسيه هيروح فين؟ الملف هيروح فين؟ بالظبط. ده العنوان، خدت منه العنوان. الكلام ده ما هتلاقوه في كتب؟ حد هيقول لكم كده وخلاص؟ ولا لما تروح انت بقى واخد الملف واخد التوكيلات ورايح يقول لك يا استاذ ده مش هنا. وبعد ما تكون قطعت دور من الساعه 7 الصبح وجالك الساعه 12 صح؟ خد وراك وبالسلامة. دي الماده 4 بقى. المادة 6 و7 بتوع ايه؟ بتوع رأس المال والناس مادة 5 في المسؤولية المحدودة في المساهمة، مادة 6 و7 رأس المال وهيكل المساهمين. المادة عايزني اقول لك على مادة 5 يعني اللي هو الغرض. الغرض من الشركة ايه؟ الأغراض بتبقى مرصوصة كده. لو انت هتأسس 59 قول اللي انت عايزه، لكن لو هتأسس 72 حاجات معينة. المادة 6 و7 الغرض زي ما بقول الأستاذ حسام بقول المادة 5 هي بتاعت الغرض الشركة ايه. انا الشركة دي عاملها عشان تعمل 1 2 3 4 عشان لما اجي اتعاقد في الاخر هيقول لي التعاقد ده انت ينفع يعني لما انا مثلا بقول استثمار عقاري وراح اشتري قطعه ارض من هيئه المجتمعات العمرانيه ومفيش عندي الشركه عندي ما فيهاش اسمها ينفع اتعاقد بيها؟ طب انت اصلا الغرض بتاعك مش مصرح لك انك انت تعمل كده. هذا الغرض من الشركه. ماده 6 و7 اما يجي اقول له انت عايز شركه بكام؟ الشركات المساهمه مش هتقل عن 250,000، تزيد لغاية ما لا نهاية، لكن ما تقلش عن كام؟ عن 250,000. في عندنا 3 حاجات في رأس المال. في رأس المال المصدر، ورأس المال المرخص به، ورأس المال المدفوع. المصدر لما يجي لي الراجل بيقول لي والله احنا هنعمل شركة بمليون جنيه، يبقى رأس المال هنا المصدر كام؟ مليون. المرخص به يبقى 10 أضعاف، يبقى المرخص به كام؟ 10 مليون. ده القانون اللي بيقول كده مش أنا. هندفع كام من المليون؟ القانون قال لك تدفع 10% وتكملهم 25% خلال 3 شهور ثم 100% خلال 5 سنوات. دفعت 10% يبقى المدفوع كام؟ 100,000. يبقى ده رأس المال الايه؟ المدفوع. وده دلوقتي وانت صغير زي ما انا كده كنت زيكم، كنت استهبل فيه وما كانتش فارقه معايا. لكن لما تحصل مشكله شركه وتروح بيها المحكمه وتروح خبير وتتنصب الخناقه
وتلاقي السجل التجاري يعني كده، خلي بالك من الحتة دي. وإن كانت معظم الشركات رؤوس أموالها اللي في السجل التجاري تختلف عن تختلف. أنا شفت حالتين، شفت السجل التجاري صغير والشركة بسم الله ما شاء الله، وشفت السجل التجاري بسم الله ما شاء الله والشركة مفيش. طيب احنا كده عرفنا المادة 6، هنقول ده بنقول والله اتفق المؤسسون انه يعملوا الشركة دي بمليون. المليون عشان تبقى بسيطة الامور هنقسمهم على مليون سهم، يبقى السهم بكام؟ القانون قبل كده اللائحة التنفيذية كانت قالت انه اقل حاجة 5 جنيه واكتر حاجة 1000 جنيه، وبعدين نزلناها اصبحت اقل حاجة في السهم جنيه واكتر 1000 جنيه، ماشي؟ عشان لما تيجي تقسم تبقى عالي. مليون جنيه بمليون سهم يبقى رأس المال المصدر كام؟ قسمناه على كام سهم يبقى قيمة السهم كام؟ جنيه. هندفع منه كام بقى؟ 10% ولا 25% ولا 100%؟ ده مش بتاعتنا، بتاعت الناس. بس أنا هقول له احنا ممكن ندفع 10 وممكن ندفع 25 وممكن ندفع ده يكون أفضل. لأنه خلي بالك لما تدخل في المشاكل جوه الأسهم التي لم يتم سداد كامل قيمتها وتصطدم بالمادة 9 من النظام الأساسي وعايز تبيع الأسهم دي، دي قصة كبيرة قوي. دي قصة ايه؟ بيع الأسهم اللي ما استكملتش. أنا لا بحث في الموضوع ده. يبقى أنا كده عرفت إنه رقم 1 قلت له رأس المال بتاعك كم، رقم 2 قلت له هنقسمها على كم سهم، رقم 3 قيمة السهم كام. هنزل بقى على المادة 7. لازم المساهمين كده عرفنا إنه في ناس مؤسسين وناس مكتتبين، بنعمل لهم جدول الاسم الجنسية بتاعته ايه، قيمة الأسهم، خد أسهم قد إيه؟ محمود محي الدين مصر الجنسية خد 100 سهم، يبقى قيمتهم كام؟ 100 جنيه، دفع كام؟ 10%، دفع 10 جنيه، خلاص؟ خدت أنا من الراجل الكلام ده؟ بعد كده بقول له مين مجلس الإدارة بقى؟ إحنا عندنا في الشركة المساهمة 3 سلطات، سلطات وليست سلطات، مش سلطة يعني. سلطة مش سلطة. يعني ايه سلطة؟ مجلس الإدارة ثم يعلو الجمعية العامة اللي هي بتعين أصلا مجلس الإدارة، وفي الجمعية العامة غير عادية اللي سألني عليها الأستاذ، وده هنتكلم ازاي الفرق بين العامة والعادية وغير العادية. باختصار كده العادية الغير عادية اللي هي هتغير في نظام الشركة، النظام الأساسي هتعدل فيه أو هتطيل أمد الشركة أو هتأثر أمد الشركة، هترفع رأس المال، هتلعب في النظام الأساسي، يبقى ده إيه؟ الحاجات التانية كلها عادية، مجلس الإدارة، مراقب الحسابات، تعيين مراقب الحسابات، النظر في تشكيل إعادة تشكيل المجلس، إعادة اختصاص المال، ده جمعية إيه؟ عادية. طيب حاضر، احنا كده وصلنا مع الراجل انه هو ادالنا هيكل المساهمين، بنقول له مين مجلس الاداره بقى؟ هيقول لك فلان وفلان وفلان. القانون قال انه مجلس الاداره ما يمش عن كام؟ عن 3، ويزيد ما فيش مشكله عندنا. لكن خلي بالك مساله 3 دي مساله ضيقه قوي، لانه لو واحد فيهم اختفى لسبب ما هتبقى الشركة عندنا ايه؟ في أزمة، محدش هيدعي، مفيش مجلس هنعقد، وبالتالي مفيش جمعية تنعقد، وبالتالي هضطر أعمل دعوة للجمعية العامة عن طريق الهيئة العامة للاستثمار، والهيئة هي اللي تعقد. طب وليه ما نخليهم 4؟ ايه المشكلة؟ عشان حتى لو واحد إلا بقى لو وقعوا 4 يبقى دي شركة فقرية، هعمل لها ايه؟ لو ماتوا 2 حتة واحدة، طب أنا هعمل ايه؟ طيب
صلاحيات المجلس زمان كنا بنحددها، دلوقتي قال لك لا، اللي تحددها هي اول جمعيه تعقد للشركه وهي اللي تحدد الصلاحيات، انا مش هحدد لك صلاحيات. احسن يكون مثلا المحامي حط حاجه على دماغه والناس ما كانتش واخده بالها. خدنا منه مجلس الاداره، قلنا انه مجلس الاداره يا اما بيكون فيه رئيس ونائب رئيس او عضو منتدب. يعني دي حاجه بتاعتك انت بقى، تشوف الناس اللي جايين معاك ايه ظروف تقراهم، يعني عشان تبقى كيس فطن وليست خدنا منه المجلس، بنقول والله القانون قال انك انت عايز مراقب حسابات. عايز ايه؟ مراقب حسابات. طيب لو في واحد عندنا في المجلس شباب مش تبع المؤسسين ولا المكتتبين، اللي هو من ذوي الخبره، بقول له هات لي منه قرار قبول تعيين. قرار ايه؟ قبول تعيين. وطبعا صور البطايق لازم تكون سريه كلها. خلي بالك لو في توكيل جاي لك من بره، لو معمول بالهويه المدنيه يبقى انت عايز صوره ايه؟ الهويه المدنيه. لو معمول لك بالباسبور يبقى انت عايز ايه؟ صوره الباسبور. دلوقتي كان زمان يكتبوا لنا اقرار بالنسبه لحفظ الاسهم، دلوقتي عكسوا الايه، روح احفظ الاول وبعدين ايه تعال. ودي يعني فانت حر، لو كنت انت متعامل تعرف تكود له الاسهم وتحفظها دي بتاعتك انت، هتقول له والله روح كود وتعالى برضو دي بتاعتك انت. طيب بعد كده بروح تكويد الاسهم اللي بياخد كود في البورصه، في بورصه الاوراق الماليه، يبقى له كود موحد يتعامل عليه بعد كده. نيجي بعد ما خدنا الحاجات دي كلها بناخد شهاده عدم الالتباس اللي رحنا جبناها، مدتها 15 يوم خلي بالك، وبتخلص تروح تجددها تاني. لا هم 15 يوم عشان اريحك من تاريخ لغاية 15 يوم هتدفع بعد كده بتروح عشان تفتح حساب بنكي للشركة تحت التأسيس، بتكتب طلب السادة شركة السادة البنك كذا اللي انت هتحط فيه رجاء، وهتقول بقى انه رأس مال الشركة مبلغ 1,000,000 جنيه تم تقسيمها بين الشركاء على 1,000,000 سهم قيمة كل سهم جنيه واحد مصري، وانه المكتتبين والمؤسسين الاثنين بقى هيدفعوا كام في المية بقى؟ 10%, 15%, 25%. دي وهتقول الجماعة دول اهم، بتقدمها وبعد كده بتجيب شهادة البنكية دي مختومة ان الناس دي اودعوا ايه الحصة دي في البنك. يبقى انت كده معاك اصول التوكيلات، معاك صور جميع الارقام القوميه بتاعت المؤسسين والمكتتبين، معاك قرار القبول بتاع مراقب الحسابات انه يبقى مراقب حسابات للشركه دي، معاك الشهاده البنكيه، معاك شهاده الحفظ. تبتدي بقى تاسس الشركه، تبتدي ايه في تاسيس الشركه. هما الحاجات اللي احنا شرحناهم دول هما اللي انت هتقعد مع السيد محامي الهيئه تقول له اسم الشركه اهو، العنوان من الشركه، العنوان الشركه اهو، الغرض من الشركه اهو، اعضاء مجلس الاداره اهم، ده رئيس، ده نائب رئيس، ده عضو منتدب، دي بتاعتكم انتوا بقى، انت هتكيفها اهو. هو اللي يقول لك، انت تقول له مثلا ده عايز ايه وده عايز ايه، دي مش هندخل فيها احنا يعني. وادي الشهاده البنكيه، وتبتدي بقى تاسس شركتك.